مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. حديثنا اليوم ما السبب وراء حركة الرحم بدون وجود حمل؟ في كثير من الأحيان تحس المرأة بحركة داخل الرحم تشبه الانقباضات، لكن من دون حمل. عادة ما تشعر المرأة بحركة داخل الرحم عندما تكون حامل، وهذا ما يعتبر بالأمر الطبيعي. لكن عند الإصابة بها بدون وجود حمل وتظن أنها مصابة ببعض المشكلات الصحية أو غير طبيعية التي تجعل الرحم في حركة مستمرة لدرجة تجعلها تعتقد أنها حامل، فحركة الرحم من دون حمل كثيرة ومتعددة. فالدورة الشهرية هي من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بحركة وانقباضات داخل الرحم، والتي تكون ناتجة من النشاط التي تقوم به البويضة داخل الرحم في انتظار التلقيح من قبل السائل الذكري، مما يجعل نسبة بعض الهرمونات ترتفع في الجسم، وهذا من أسباب حركة الرحم بدون حمل. ومن الأسباب الأكثر شيوعاً لحدوث حركة داخل الرحم هي تلك المتعلقة بالإصابة بحالة التهاب مهبلي، ويعود السبب في ذلك إلى كثرة البكتيريا والجراثيم. أيضاً تعتبر عملية التبقيح هي وجود دم ملتصق بالرحم بالرغم من انتهاء الدورة الشهرية، والذي يكون السبب الرئيسي في تحفيز انقباضه لرغبة في طرد الدم، وتلك الحالة تشعر المرأة بحركة في الرحم. أيضا من الممكن أن تكوني مصابة ببطانة الرحم المهاجرة ولا تكوني على دراية بذلك، حيث إن بطانة الرحم المهاجرة تكون عبارة عن نسيج ينمو في خارج الرحم بشكل غير مقصود، مما يجعل الرحم يريد طرده. كثير من النساء تصاب بتكيسات المبايض، وتجعل المرأة تشعر بالكثير من الأعراض الغريبة مثل الثقل في منطقة الحوض، مما يجعلك تعاني من حركة الرحم لفترة طويلة دون وجود سبب واضح. والمرأة التي تعاني من مشكلة في الجهاز الهضمي دائما ما تعاني من تراكم الغازات، والتي من الصعب عليها أن تقوم بإخراجها بالشكل الطبيعي، مما يمكن أن يجعلها تتراكم في المهبل، وبالتالي إذا راقبت ذلك سوف تجد الرحم يتحرك. تتعدد الأسباب المختلفة لحركة الرحم دون الحمل، وتجعل المرأة متأكدة من وجود خلل في جسدها،